بتقولي لي الريسيفر يبقى صغير وكده، ده كمان في ذاكرة داخلية، فممكن نسطب عليه ابلكيشن ريسيفر داخلي، واو، فلو في واي فاي يبقى ده كده اختراع وهمي. وكل القنوات يجيبها. جميل. سوري ان انا رجعت للسؤال الاولاني لا يعني لا، بس ديت. حاجة كويسة قوي. يعني انا معايا دلوقتي في الجهاز الصغنون اللي هو 20 سنتي ده او 25 سنتي، ريسيفر وشاشة تلفزيون. انا ممكن اخده معايا في اي مكان، اتنقل بيه في اي ما مكان، هو ده بيفيد الناس كمان انه في كهوم رايحة سينما الشاليه اولا بقى، في كديكوريشن. كديكوريشن مصيف، هو ممكن يتحط مثلا على ترايبود على الارض او على ترابيزه، وممكن او الاشيك رف. اه انه بيتعلق في السقف، يبقى ليه حامل صغير كده بيتعلق في السقف والوصله بتاعته في السقف. واثبته بقى على المكان اللي انا عايزه اعرض فيه. طب انا مثلا لو مشغلاه في اوضه الليفينج، عايزه انقله في الريسبشن، سهل ولا برضو هيبقى فيها صعوبه؟ طبعا لو انا بستخدمه على الترابيزه او ترايبود سهل جدا، لكن لو متعلق في السقف هضطر ان انا دقيقه كده افكه من الحامل وانقله في اي مكان تاني. او ما فيش اي مشكله خالص.